خدت الرقم في 2019. قبليها اصلا يعني كانت من 2018 كان جات لي اصابه في ايدي، وكانت بسبب الاصابه دي ما كنتش بنزل، ما بقدرش انزل اعوم. وكان المفروض اسافر بطوله العالم في 2019 في لندن، والبطوله دي ما كنتش عارفه اسافر لها بطوله عشان اتاهلها، بس الحمد لله جبنا وايلد كارد وسافرت بطوله العالم والحمد لله اتأهلت وجبت رقم أفريقي جديد الحمد لله. الموضوع ليه جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب السلبي اللي إن إحنا كسباحين كان كل حاجة، كانت كل الحمامات السباحة كلها قفلت، فإحنا لمدة تقريبا 6 7 شهور ما كناش بننزل مية. وده طبعا كنا بنحاول يعني نعوض ده باللي إحنا نلعب فتنس أو ننزل نجري في الشارع، بس أكيد مش بيكون زي ما كنا بننزل المية كل يوم، فده طبعا أخر أدائنا جامد جدا. بس واخدنا اول لما جينا نزلنا تقريبا كان في شهر 7 اللي فات، بدل ما كنا بقالنا 4 سنين بنجهز لطوكيو، قعدنا بس دلوقتي بقالنا سنه بنجهز لطوكيو. بس في الفتره دي يعني قدرت يعني معنى ان انا انزل التمرين كل يوم، وحبيت الموضوع اكتر، وحسيت ان انا دماغي بقت جاهزه للبطوله اكتر من ما كنت انا في السنه اللي فاتت. السباحة كانت موضوع كان قدري جدا، لان انا دخلت السباحة اصلا كعلاج، يعني انا كنت بعمل علاج طبيعي في مستشفى علاج مائي، وانا كان تقريبا عندي 5 سنين. فماما عرفت ان فتح عندنا في النادي فريق بارالمبي، فمن ساعتها بقى ماما لما عرفت كده، فبدل بقى ما نروح المستشفى كل يوم خلاص بقى ننزل تمرين. فدخلت الفريق بتاع النادي على اساس ان هو علاج طبيعي مش اكتر. بعد كده مع الوقت الحمد لله عرفت بقى ان احنا فعلا بقدر اعوم وبخش بطولات وكده، فكملت بيها. من اول تقريبا يعني من اول ما بدات، يعني انا اول ميداليه جبتها خالص كانت في 50 متر صدر، فمن اول ما بدات خالص، وانا كان ساعتها في 2012، من اول ما بدات كان هو ده تخصصي، وده اكتر حاجه بعرف اعومها، واكتر حاجه يعني بجيب فيها ارقام حلوه يعني الحمد لله. كون ان دي اول اولمبياد ليا، فهو الموضوع مش كده خالص، يعني انا كان حلم كبير جدا ليا ان انا اتاهل الاولمبياد، ولما اتاهلت لها حسيت ان هو يعني الحمد لله ده يعني ده كان ممكن يكون حلمي من اول يوم دخلت فيه السباحه. فبصراحه يعني مسافره، يعني كل اللي انا عاوزاه وكل اللي انا مركزه فيه ان انا احسن رقمي واحسن ترتيبي ان شاء الله. الأكيد بنكون عارفين أرقام منافسينا، بس أهم حاجة عندنا اللي هو اللي إحنا نركز إحنا رايحين نعمل إيه، يعني نعرف إحنا فين من كله، بس نبقى مركزين إن إحنا نقدر نعمل حاجة أحسن هناك. غالبا هكون بعيدة، أحاول أبعد عن كل الناس وأفضل أقعد في حتة لوحدي أسمع موسيقى وأركز في اللي أنا هعمله، هو ده داعي ربنا كتير بقى. بدعونا كتير، وعاوزة أشكر كل الناس الجميلة اللي فضلت معانا لحد ما وصلنا للحظة دي، يعني عاوزة أشكر الوزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية وداعمي الأول والرئيسي اليونس، ربنا يخليهم كلهم وشكرا ليهم كلهم يعني.